السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم كتلة او ماس على برنامج الريفيت. اول حاجة اعملها ان انا اروح مثلا سايت واقول له امبليس ماس واقول له اوكي، واقول له مثلا انا عايز ارسم مثلا على ليفل 1 وهبدأ ارسم الشكل بتاعي، وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم اللي جاي على مثلا ليفل 4، وبعد كده ممكن تيجي ترسم مثلا حاجة أكبر أو أصغر بالشكل دوت أهو. طيب وبعد كده دوت هنقول له ده على ليفل 4 تقريبا، الليفلات مش مظبوط الأسماء بتاعتها. تمام، فنقدر نيجي هنا ده الليفل كام، ده الروف. طيب نعمل سيلكت على دوت وتقول له أنا عايز أحط ده مثلا في الروف بالشكل دوت اهو. طيب دلوقتي بقى اعمل سيلكت على الشكل اللي فوق والشكل اللي تحت واقول له كرييت فورم، فيبدأ يوصل بينهم. طيب دلوقتي مثلا عايز ارسم دائرة هنا، فاقول له انا عايز ارسم موديل، واقول له ان انا عايز ارسم مثلا على السطح دوت، وهرسم الدائرة بتاعتي على السطح دوت اهوت. تمام. طيب وممكن برضو نرسم دائرة تانية على السطح الاخر بالشكل دوت، وبعد كده خلينا نعمل سيلكت على الدايرة دي وعلى الدايرة ديت، واقول له اعمل لي فويد، فيبدأ يوصل بينهم فتحة بالشكل دوت. الجميل ان انت تقدر في اي لحظة تعمل سيلكت على الشكل سواء فويد او شكل، وتقدر تمسك الشكل دوت وتقدر تعدل فيه مثلا زي ما انت عايز. تقدر تكبر ده مثلا بدل ما هو كده تخليه مثلا 4 مثلا اهوت، وبعد كده تقول له موافق فيعدل لك الشكل بتاعك زي ما انت شايف. تمام. وممكن ترسم على الشكل يكون فيه ميل زي ما انت شايف، مفيش اي مشكلة ان انت ترسم حاجة زي كده. او ممكن تيجي مثلا في الاليفيشن اهو وتقول له طب انا عايز بقى ارسم ريفرنس لاين ليا او بلان لاين ليا. تمام. وترسم مثلا حاجة واخدة زاوية بالشكل دوت. تمام. وتدي له اسم وليكن مثلا اس. تمام اهو. وبعد كده وانت في ال 3D او في اي مكان يعني مفيش مشكلة. تمام. تقول له ست وتقول له انا عايز ارسم على الاس، وتقول له وريني الشكل اللي انا هرسم عليه. طيب لو انا عايز ارسم على الشكل ده بالظبط، تمام، فهتبقى في صعوبة ان انا اخلي ده مثلا كده، لا ممكن اقول له فيوت الفيور هيفتحوا لي بالشكل دوت، اقدر اعمل زوم واقدر اشوف انا هرسم فين بالظبط، ده هيسهل عليا الشغل. تمام. دي من ضمن الادوات اللي ممكن تسهل عليك ان انت تعمل ترسم على الحاجه اللي انت عايزها. طيب ممكن مثلا تقول له انا عايز ارسم مثلا شكل اهوت، ممكن ترسم مثلا شكل تاني وتقول له انا عايز اعمل دوت مثلا على شكل قوس شوية اهو. ده هنا ممكن نقول له بقى احنا عايزين نعمل تعديل في الشكل، فاعمل سيلكت على دوت وابدأ احرك الخط كده والخط ده كده وده برضو اهوت، بحيث ان هما يبقوا شكل واحد. لو انت حابب تقدر تعمل سيلكت عليه وتقول له كريت فورم مثلا يطلع معاك بالشكل دوت، تقدر تعدل فيه، تقدر تعمل سيلكت على نقطة واحدة تحركها بالشكل دوت. تمام. تقدر تعلم على خط وتحركه، تقدر تعلم على السطح وتحركه، فبيديك مرونة كاملة جدا في ان انت تغير زي ما انت عايز. وبعد كده تقول له فينيش ماس، وبعد كده هتلاقي ادوات هتساعدك مثلا ان انت ترسم وول مثلا باي فيس بمجرد ان انت تعمل سيلكت بالشكل دوت. لاحظ ان هو تجنب الموضوع ان هو يحط لك الفتحات. ممكن تقول له انا عايز اعمل كريت روف باي فيس، تعمل الجزء اللي فوق ده وتقول له كريت روف، فيبدأ يعمل لك بالشكل دوت. تقدر تختار نوع الروف، ف
الريفت فيه امكانيات حلوه جدا جدا في ان انت ترسم اشكال مختلفه من خلال الماس.